عرب من القاهرة. وأنا عمري 14 تقريبا، أنا في الإعدادية، سمعت بالراديو صوت العرب من القاهرة وفهمت إن هي دي لغة عربية وعندي في جاذبية، وأرسلت رسالة إلى مكتبة الكتب الدراسية والقواميس في موسكو، وفي ظرف 3 أيام كانت كل الكتب متوفرة عندي وانطلقت في الطريق. بعد التخرج من المدرسة الثانوية كنت أحاول ألتحق بجامعة لينغراد اللي هي سانت بطرسبورغ حاليا، هي جامعة مشهورة في الاستشراق، ففشلت في الامتحان الروسي مع ان كانت عندي درجة ممتاز في العربي، وفي الروسي فشلت. وبعدين سمعت من واحد رائد متقاعد في الجيش انه في كلية عسكرية للغات الأجنبية في موسكو، فالتحقت بالكلية العسكرية. كشكول او كراسة بتاعتي انا وانا في السنة الأولى، سنة كام؟ سنة 67، 1967، يعني أول خطوات في خط الرقعة. الصورة دي الصورة لي وأنا وصلت مصر في يوم 17 أغسطس 1971، وترقيت إلى رتبة ملازم تاني في الجيش الروسي. انت لابس ميري، انت لازم تكون جاهز مستعد لأي مهمة، فحصل اللي حصل، يعني نص الكورس تقريبا راحوا على سوريا والنص الثاني على مصر، وانا كنت محظوظ يعني. سنة ومصر اتغيرت قد ايه؟ اتغير العالم واحنا اتغيرنا. ما اقدرش اصدق اني انا هنا من جديد بعد الغياب ده كله. البلد تطور كتير، الشوارع، الكباري، العمارات، كل حاجة اتغيرت. وبالرغم من كل ده الأماكن تبدو معروفة. هي مصر العاصمة اللي فضلت في خيالي كل السنين دي. طبعا نهر النيل ده مصدر الحياة في مصر، يعني بالنسبة للفلاحين، بالنسبة للبلاد عموما، يعني من قديم الزمان نهر النيل كان يلعب دور حيوي.
أنا في ظني ما فيش فرق كبير بين نهر فولغا مثلا أكبر نهر في روسيا وبين نهر النيل. في مثل بيقول لك إذا شربت من مياه النيل لازم يرجع لها، صح؟ فهذا هو اللي حصل، أنا رجعت لنهر النيل. خير يا حاج، ازيك انت؟ معاك مشبك؟ ممكن يديني حلاوه زياده شويه زي ده؟ اسف، هو مشبك ومن هذا النوع. وايه تاني؟ ونجرب ده كمان. يوم علينا. مع السلامه، الف شكر يا سيدي. كلها صور مختلفة ولا زي ما هي؟ لا لا، كل حاجة صورة مختلفة. أنا عجبتني دي. ده كليوباترا وتوت عنخ آمون ونبرتيك. شكرا يا سيدي. هات شنطة واسعة. من هنا من هنا. لما كنت في مهمة رسمية في مصر ما كانش في عندي وقت عشان أتعرف على معالم سياحية للبلد، حتى الأهرامات كنت بشوفها من بعيد بس. مصر دي أسطورة، كل حتة فيها تاريخ، كل حاجة درسناها في المدرسة نقدر نشوفها بعينينا. الحضارة الفرعونية العظيمة، بحس بالهيبة وأنا واقف عند سفح الأهرامات الخالدة. عجبني في مصر النهاردة هو الاهتمام بالسياحة. عرفت إن هناك متاحف كتير افتتحت قريب، حاجة على مستوى عالمي.
هنا في متحف الحضارات هتشوف تاريخ مصر من مصر الفراعنة حتى اليوم. الشيء الجميل إنه اللي اتبنى في زمان محمد علي لسه موجود لحد دلوقتي. الآثار في كل حتة، جوه المتاحف وبره المتاحف، مصر كلها متحف كبير. أنا كلفوني بمهمة في هيئة العمليات للقيادة العامة. هيئة العمليات في القيادة العامة لأي جيش هي مسؤولة عن تخطيط الأعمال القتالية. في أثناء التدريبات والمشاريع والمؤامرات المختلفة كانت عناصر الخطة الكاملة يتم تطبيقها على الأرض، والرئيس السادات كان عنده استراحة في هذه المنطقة فكان بيجي يتفرج يشاهد هذه التدريبات شخصياً كالقائد العالي للقوات المسلحة. إحنا في القناطر الخيرية، وعمري ما كنتش متصور إنه أرجع هنا بعد أكتر من 50 سنة في ظروف تختلف تماماً عن الظروف اللي كانت ساعدها. يعني تقريباً في شهر 9 سنة 1971 كانت في هذه المنطقة تدريبات قوات المهندسين العسكريين المصريين لعبور القنوات، وهي مغطية بمادة محرقة أو حارقة اللي هي نابالم. وبعد التدريبات وصلت القيادة المصرية إلى الاستنتاج إنه لا يمكن عبور القناة ما دام هذه المادة تحرق فوق سطح الماء، ولذلك كلفت السائق قوات خاصة بمهمة قطع أنابيب النابالم التي كانت المفروض توصل المادة دي إلى القناة، ونجحت قوات السائق المصرية في هذه المهمة. القاهرة لها طعم خاص ما تقدرش تلاقيه في أي حتة تانية. أنا فاكر كنا نمشي في الشوارع دي نفوت على المحلات والمقاهي ودور السينما. اللي حصل إنه في مصر كنا بنتفرج أفلام أجنبي في الغالب، أما الأفلام المصرية شاهدناها في روسيا. كنا بنتعلم اللهجة المصرية وإحنا نشاهد أفلام زي النضارة السوداء، في بيتنا راجل، الصراع في الوادي، والفنانين المصريين كانوا مشهورين عندنا زي عمر الشريف وفاتن حمامة وأحمد رمزي ونادية لطفي. كل الأسامي دي أيام زمان كانت معروفة لدى الشعب الروسي. بداية المهمة في مصر اللي خدت سنتين كان عمري 22 سنة. وصلنا إلى مطار القاهرة وبعد شوية ركبنا الباص ووصلنا إلى مدينة نصر اللي هي نصر سيتي بعبارة أخرى. هي كانت بيوت متعددة الطوابق ووزعونا على الشقق السكنية. أنا وصلت هنا في 17 أغسطس سنة 1971 مع الخبراء والمستشارين السوفييت اللي كانوا في مهمة حماية سماء مصر
من هجمات القوات الجوية الإسرائيلية. دوبري اوترا، السلام عليكم. احنا في احضان الحبايب دلوقتي. حبيبي عم الشاب فيكتور، فينك وفين ايامك؟ اتفضل. لسه موجود. اتفضل حبيبي، اتفضل. شكرا يا سيدي. احنا شرف لنا نكون في بيت سيادتك لواء طيار، راجل قتل من اجل استرداد اراضي وطنه، وده شرف كبير لنا بصراحه يا سيدي. والشرف لنا ايضا. أنا بحس بنفس الإحساس، وما أقدرش أعبر عن شعور عن إحساسي، يعني بحس إن أنا في بيت أهلي بصراحة. شكرا لك أخويا فيكتور، وأنا كان لي الشرف إن أنا أكون طيار مقاتل وطرت على كل ما هو له جناح من الطائرات الميج، من أول الميج 15 و17 و19 و21 و23 بكل الأنظمة بتاعتها، وكان ليا الشرف إن أنا قتلت بالطيارة دي ضد السلاح الأمريكي وأحدث ما في الترسانة الأمريكية، طائرات الفانتوم والسكاي هوك، وكان ليا الشرف إن أنا أسقط طائرة من الطائرات الفانتوم في أطول معركة جوية كانت موجودة عند العين السخنة بين طائرتين مصريين ميج 21 وست طائرات فانتوم، إعداد لحرب 73 كان في السبعينات، ودي كانت الحرب الحقيقية، واللي لولاها ما تم الإعداد بهذه القوة وبهذه الكفاءة والتدريب العالي بمساعدة الخبراء والسلاح الروسي ما تمت 73. يا ريت سيادتك تدينا تعليق على الصور الجميلة دي. دي تعتبر أجمل صورة للميج 21 اللي هي حبيباتي من تكون، اللي أنا بروح لها في بانوراما حرب أكتوبر كل 6 أكتوبر وبقول لها بحبك وحشتيني. الطيارة دي عاشت معايا أكتر ما عشت مع مراتي، كنا بنعيش في السماء أكتر ما كنا بنعيش في الأرض، ودي اللي أنا حاربت بيها، ودي اللي أنا حققت بيها كل الأمجاد وكل الأشياء الجميلة وحققت نفسي وذاتي فيها، وهي دي كانت سلاحي والسيف اللي أنا كنت ماسكه. الصورة دي تعتبر صورة نادرة للميج 21 لأنها أحسن وأجمل بوز في التصوير، وهي من كتر ما عشنا مع بعض، لأن دي كانت اللي بتنافس مراتي في حبها ليا، فوانا ماشي بتقول لي كده كده يا قلبي يا حته مني هتمشي وتسيبني. لواءين جوي روسي كانوا، لواء 135 في جاناكليس، أيوة. ولواء 35 في كومونوشيم وبين سويف، كومونوشيم حوالي 80 طيارة. أنا اللي استلمت من الناس 80 طيارة ميج 21 وحربوا طبعا واستشهدوا. أيوة يوم 30 يوليو يوم 30 يوليو 3 منهم استشهدوا في اشتباك مع أول اشتباك مع القوات الجوية الإسرائيلية. أنا حتى حافظ أساميهم، هم جورافلوف ويورتشنكو وياكوفلوف، كلهم برتبة نقيب زي سيادتك. أنا كنت موجود يوميها في الاشتباك ده، كنت موجود يوميها في بير أريدا. في بير أريدا يعني، وأنا الاشتباك بتاعي كان في بير أريدا برضه، لأن مركز القيادة كان في بير أريدا. إحنا متنا سوا. يعني الصاروخ اللي جاي ده مش هيفرق بين الخبير الروسي والضابط المصري، ولا بين المسلم ولا بين المسيحي، ده صاروخ جاي بيموت اي واحد. ما انا فاهم قصد سيادتك، احنا كنا في خندق واحد. سيادتك شهدت ميج 25 اللي كان طائر من كايرو ويست الى دمشق، غرب القاهره، كان بتقوم بالاصلاح لطياره كنا مسمينها 3 3 3 3 ماخ 30 كيلو 3 ساعات طيران.
ميج 25 فريده فريده. هم كانوا بيستعملون ماده تيتانيوم في في التصنيع للنصف للطياره تساوي اكثر من تقلها ذهب الميج 25 عشان ماده التيتانيوم ديت اللي هي اغلى المواد في العالم. وانا شايف حتى في كلام بالروسي ديروي يعني البطل. دي دي اخر احدث طيارات ميج وصلت لنا من روسيا اللي هي موجوده عندنا حاليا الميج 29 المعدله، ودي اللي هي موجوده حاليا وفي نفس المكان ونفس المطار اللي انا حاربت منه، وكان ليا الشرف ان انا اروح واشوف الطياره ديت واقعد فيها عشان احيي ذكرياتي. انا شايف بين الجوائز في اهداء من مدارس القوميه العجوزه. يعني سيادتك الاتصال مباشر مع الجيل الصاعد. مع الجيل الصاعد الجديد هم دول الامل. في 60 مليون شاب مصري تحت سن ال 45، فاحنا بنبتدي، ودي ملحوظه يعني قويه جدا من انسان مخلص زي حضرتك. انت رفيق سلاحي فعينك ثاقبه وجات على المواليد الصغيرين اللي هم هيشيلوا البلد اللي هم فيهم الامل. Не могли бы вы рассказать об этом здании? Мой интерес совсем не праздный, потому что я здесь был вместе с советскими военными специалистами и советниками в 1971 и 1972 году. И даже был несколько дней в Александрии, но здание такой красоты я не представлял. Ну, вы теоретически могли бы здесь оказаться в данное время, потому что это здание советские власти как бы выкупили его в 1961 году. Достаточно знаменитая здесь в Александрии вилла, она историческая. Ранее она принадлежала Константину Сальваго. Была построена в 1915 году. Здесь все убранство центра, оно все сохранено, старается сохраняться по сей день в первозданном виде. Например, вот этот замечательный витраж, который был создан французским художником специально для этого центра, и по сей день он нас радует. Все, что здесь вы видите, сделано из все эти деревянные детали, очень красиво вырезаны, они сделаны из ценных пород кедра и сохраняются в таком перерезанном виде. Мы стараемся поддержать всю эту красоту и братство для будущих поколений. В нашем центре в основном проводятся различные культурные мероприятия. Также здесь существуют курсы русского языка для египтян, курсы школы балета, школы гимнастики российской, которые славятся по всему миру. И также различные курсы здесь проводятся музыкальные, школа фортепиано, школа гитары и так далее. На базе нашего русского центра уже давно существует клуб соотечественников «Александрия», в котором всегда он собирается, и старшее поколение, и молодое поколение, все наши дети туда приходили и приходят. Есть ли интерес у египтян изучать русский язык, русскую культуру? Всегда есть спрос, к нам постоянно приходят, учатся, часто посещают после этого Россию, часто именно с этой целью приезжают сюда и учат наш русский язык. Я очень нормально говорю по-русски. Говорю по-русски. Да. Я уже говорю. Уже нормально? Уже нормально. Говорю по-русски. Я
приехал в Александрию подучить, так скажем, арабский язык. И вот начал изучать арабский диалект. Для того, чтобы двигаться вперед, конечно, нужно обращаться к опыту тех, кто прошел по этому пути раньше. تفتح الراديو وتفهم انك انت تستعيب كل شيء يعني كلمه كلمه ده صعب ده هيحصل حتما المهم الواحد يستمر ما يتوقفش مش خايف من اي فشل لازم هو ده الشرط الاساسي تمام وتنوع المواضيع زي ما قلت تنوع المواضيع بالنسبه للقرايه وتنوع المواضيع بالنسبه لمشاهده افلام روسيه هل اللغة الروسية مختلفة في اللهجات والطرق زي العربي مثلا؟ لا ابدا لا هي عندنا ممكن نقول ان اللغة الروسية هي اللغة فصحى الفصحى يعني في لهجات محلية بس هي مش منتشرة ما لهاش دور زي بس ما فيش تنوع قوي زي العربي مثلا العربي مصر لا لا مكان عكس السيتويشن اللي عندكم يعني ده يسهل لك الطريق كتير كتير فرصة سعيدة أنا أكون في الإسكندرية بمدة شهر وأنا عايز أتعرف معك وإذا أنت عايز أنا أدرس اللغة الروسية وأدرس لديك اللغة العربية أيوة ده يكون شيء عظيم جدا ويكون شرف ليا بجد أحب أتمنى النجاح لكل واحد في تعليم لغته الخاصة اللغة الخاصة بي وأعتبر أن دي فرصة سعيدة جدا بالنسبة لكل اثنين حضرتك عارف السبب انا اخترت عربيتك بالذات ليه؟ لا لسه هي ماركتها لادا مش كده؟ لادا انا ملاحظ انه في كثير عربيات لادا في الاسكندريه، ايه السبب؟ السبب ان الاجواء بتاعت اسكندريه بتتحمل اللادا اكتر وبالنسبه للادا علشان خاطر اللادا يعني عربيه بتتحمل المشاق كتير يعني دي بالذات كم سنة مع حضرتك؟ لا العربية دي موديلها 2008 النهاردة بقى لها 15 سنة 15 سنة يا سلام سنة. عليه في عربيات تانية أقل موديل ولا زالت شغالة حتى النهاردة وقطع الغيار موجودة متوفرة موجودة متوفرة يمكن أقل كمان قطع غيار في السوق بتاعت اللادا بالنسبة للأغاني أغاني إيه الأغاني اللي أنتم تسمعوها؟ لا ولا بلاش الاغاني انت مش بتاع الاغاني انا مش بتاع اغاني يعني انا زهقت منها لا هقول لحضرتك انا بحب دايما اقرا قران وانا ماشي فعلشان كده الاغاني بالنسبه لي مش اساسيه لان هتشغلنا عن قرايه عن قراءه القران وذكر ربنا سبحانه وتعالى بس عشان كده انا حتى انا فهمت قصد حضرتك حضرتك شخصيه متدينه عشان كده الحمد ما دام دي الصراط المستقيم خلاص ما فيش جدل ولا شيء طبعا
أشكرك يا سيدي. شكراً. تفضل. شكراً. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخذ بالقوة لازم يتم استرداده بالقوة، هذا كان شعار الشعب المصري سائدها، وإحنا كنا بنؤيد هذا الشعار لأن فكرة الاحتلال هي اللي بتثير كراهية عند الشعب الروسي، فإحنا كنا بنشعر أنه قضية الشعب المصري والشعب العربي هي قضية عادلة، وإحنا كعسكر نؤيد الشعب اللي يريد يرجع حقه في الأرض وحقه في السيادة. We'll be right back.